أحد الأسواق الشعبية في بوسطن الأمريكية، توجد زاوية يعرض فيها الباعة صناعتهم اليدوية لبيعها لمرتادي السوق بأسعار مناسبة تساعدهم في الإنفاق على أنفسهم وعائلاتهم. وقف رجل أنيق الهندام، تبدو عليه علامات الرزانة والاحترام، أمام امرأة لطيفة تبيع المنحوتات الخشبية. أهلا بك يا سيدي، هل تعجبك المنحوتات؟ إنها جميلة، هل تصنعينها بنفسك؟ نعم يا سيدي، نعم أصنعها بنفسي، ويساعدني أحياناً ابني وابنتي. لا بد وأنهما ماهران كأمهما. هذه المنحوتة كأنها تمثل شاباً وفتاة، أليس كذلك؟ نعم يا سيدي، نعم إنها كذلك. وأرى كأنه يجرها من يدها رغما عنها، كأنه ينوي اختطافها. إنه لا يجرها من يدها يا سيدي، وإنما يمسك بها، وليس رغما عنها، وإنما بخاطرها ورضاها. لكنهما كما يبدو لي يجريان. هذا صحيح يا سيدي، إنهما يجريان ليهربا إلى عالم آخر يسمح لهما بتتويج حبهما بالزواج. أنت تثيرين فضولي يا سيدتي، كأن وراء هذه المنحوتة حكاية غريبة وترغبين بروايتها. سيدي، لقد صنعت هذه المنحوتة منذ أكثر من سنة ولم تلفت نظر أحد. معك حق، فوراء هذه المنحوتة حكاية تروى. وأنا على استعداد لسماعها. الآن؟ ولم لا؟ فوقوفي معك قد يلفت نظر بعض الفضوليين كي يشتروا منك بعض هذه المنحوتات. بشرط إن حصل هذا ألا تطالبني بعمولة. أعدك بأن لا أفعل. هيا هيا قولي، ما هي الحكاية؟ ما هي حكاية هذين الشابين؟ في عام 1949 كان الصبي لورد في 18 من عمره، والصبية لورا تصغره بعام. كانا ينتميان لعائلتين ثريتين في بوسطن الأمريكية ويدرسان في مدرسة واحدة. لورا. لورد، كيف أنت؟ بخير، وأنت؟ أنا أيضا بخير. أردت أن أعبر لك عن إعجابي بعزفك يوم أمس. لكني أعزف كل يوم أحد، فأبي كما تعلم هو راعي الإبرشية. أعلم بالطبع، لكن ما قصدت أن أقوله لك هو أنك ما بك؟ ماذا كنت تريد أن تقول؟ لورا، منذ متى نعرف بعضنا؟ لا أدري، ربما منذ 5 أو 6 سنوات. ماذا كنت تريد أن تقول؟ أردت أن أقول إني أحبك، أردت أن أقول إني أحببتك منذ اليوم الأول الذي رأيتك فيه. أردت أن أقول. كفى يا لورد، فأنا أيضا أحبك. ماذا؟
أنت أيضا تحبينني؟ يا للسماء. نعم يا لورد، لقد أحببتك مثلما أحببتني، ومنذ اليوم الأول الذي رأيتك فيه. لابد وأني أسعد إنسان على وجه الأرض. لورا، هل تتزوجينني؟ ماذا؟ أتزوجك؟ نعم يا لورا، ما دمنا متحابين فلما لا نتزوج وعلى الفور؟ لابد وأنك قد جننت، فلن يوافق أهلنا على هذا الزواج. لماذا؟ لماذا يا لورا؟ لأننا لم نبلغ سن الزواج، فنحن في نظر أهلنا ما زلنا أطفالا. كانت على حق، فقد كانت بعض العائلات ما زالت تحافظ على التقاليد وتمنع أبناءها وبناتها من الانجراف مع موجات الانفلات الجديدة والتي ظهرت بعد الحرب العالمية الثانية. التقيا مرات عديدة، وكان حديثهما يدور حول الطريقة التي تمكنهما من إزاحة العوائق التي تمنعهما من الزواج. لورا، لقد تحدثت مع أمي بأمر الزواج. وماذا قالت؟ قالت ما قلتيه أنت، إنني ما زلت طفلا وعلي الاهتمام بدروسي بدلا من التفكير بالزواج. وهذا ما قالته أمي أيضا. لذلك فكرت أن علينا أن نغادر بوسطن. نغادرها إلى أين؟ إلى لاس فيغاس. نعم، إلى فيغاس. لكن لاس فيغاس في نيفادا، ونحن بعيدين عنها. نحن في شرق البلاد ونيفادا في غربها. صحيح، لكن في لاس فيغاس توجد مكاتب للزواج السريع دون تعقيدات، مجرد أوراق ثبوتية دون النظر إلى السن أو المذهب أو أي شيء آخر. إذا كان هذا هو الحال فأنا موافقة، لكن كيف سنسافر ومن أين سنأتي بالنفقة؟ أنت تعرفين أن أبي ثري، وأنه قد فرض لي مصروفا شهريا كبيرا، وحيث إني لست من رواد الملاهي والصالونات ادخرت مبلغا جيدا منه. وأنا لدي مجموعة من الحلي الذهبية التي جاءتني على شكل هدايا في المناسبات المختلفة على مدى السنوات الماضية. جيد، فنحن لا نريد أن نأخذ شيئا من أموال أهلنا حتى لا يتهموننا بالسرقة وتلاحقون الشرطة كاللصوص. لكن الشرطة ستطاردنا كقاصرين هربا من منزل ذويهما. وعندما يقبضون علينا سنكون زوجا وزوجة، ولن يتمكن أهلنا من فعل شيء لإبطال هذا الزواج. نقلهما القطار عبر الولايات من شرق البلاد إلى غربها، حيث حط الرحال في لاس فيغاس عاصمة الترفيه في العالم، مما أكسبها اسم مدينة الخطايا. على طول الشوارع مع الكازينوهات والملاهي توجد أبنية صغيرة على شكل كنائس تحمل لوحات زواج سريع. أي خدمة أيها الصغيران؟ لسنا صغيرين يا سيدي. حسناً، لستما صغيرين، أي خدمة؟ جئنا لعقد زواجنا. بالطبع بالطبع، ادخلا، ستجدان الكاهن بانتظاركما. هيا هيا، تفضلا. زواج أم طلاق؟ بل زواج. هل تحملان أوراق ثبوتية؟
مثل ماذا يا سيدي؟ أي شيء، بطاقة هوية، رخصة قيادة، شهادة ميلاد، أي شيء. هذه بطاقة المدرسية. وهذه بطاقة المدرسية أيضا. حسنا، اقتربا من المذبح لتلقى بركات الكاهن عليكما بينما أقوم بتدوين البيانات في السجل. هيا هيا تحركا. وقفا أمام الكاهن الذي تلا صلاة خاصة وباركهما، وناولهما كاتب السجل البطاقتين مع شهادة الزواج، وخرجا من الكنيسة يدا بيد، فقد أصبحا زوجا وزوجة. ولعدم قدرتهما على تحمل نفقات مدينة المتعة، غادراها في اليوم التالي إلى واشنطن، حيث بدأ البحث عن شقة صغيرة. سيدي، إننا نبحث عن شقة صغيرة بسعر مناسب. هل تريدان الاختباء من أحد؟ لا 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 لا, لا يا سيدي، فنحن متزوجان حديثا ونريد الاقتصاد في النفقات. وهذه وثيقة الزواج. تقبل تهنئتي يا بني، يوجد لدي شقة تناسبكما بإيجار معقول. إنها ليست بعيدة من هنا. إني انتظر لحظة. جون. سيدي. يا جون، رافق العروسين وأرهما الشقة الفارغة في انتظر في البناية رقم 5. بأمرك يا سيدي. تفضلا معي، إنها ليست بعيدة. تفضلا تفضلا. إلى اللقاء. لحق العروسان الشابان بعامل مكتب الإيجارات، ولم يكونا يعلمان أنهما سوف يسببان صداعا رهيبا لشرطة مكافحة تزوير العملة في جميع الولايات الأمريكية. رافقهما عامل مكتب الإيجارات إلى البناية رقم 5. كانت الشقة صغيرة لكنها تناسبهما. هل أعجبتكما الشقة؟ ما رأيك يا عزيزتي؟ هل أعجبتك؟ إنها صغيرة لكنها تناسبنا. تستطيع السيدة أن تبقى هنا إن شاءت، وتذهب أنت معي إلى المكتب لتوقيع عقد الإيجار. بل أذهب معكما لأننا بحاجة لشراء بعض التموين. حسنا، لنذهب إذن. هل يبعد مكان عملك كثيرا من هنا؟ لقد وصلنا منذ يومين ولم أبحث عن عمل بعد. تعني أنك لست من واشنطن؟ لا لا لا، فأنا وزوجتي من بوسطن. كيف ستبحث عن عمل إذن في مدينة لا تعرف فيها أحدا؟ سأبحث عن أحد مكاتب التوظيف إياك أن تفعله، فهم لصوص سيأخذون منك عمولة كبيرة. قل لي أو ماذا تستطيع أن تعمل؟ في الحقيقة لم يسبق لي أن عملت أي عمل، لكني ماهر في الحسابات. اسمع إذن،
لدي صديق يملك محلا لبيع المواد التموينية، وأخبرني قبل أيام أنه بحاجة لأمين مخزن، فهل يناسبك هذا العمل؟ يناسبني جدا، فكما أخبرتك أنا ماهر في الحسابات. اتفقنا إذن، غدا هو يوم عطلتي، سأمر عليك لأصطحبك إليه، إنه على بعد حوالي 20 دقيقة من هنا. لا أعرف كيف أشكرك يا جون. لا تشكرني يا أخي، فنحن الفقراء يساعد بعضنا بعضا. معك حق، فنحن الفقراء يساعد بعضنا بعضا. لم يكن جون يعلم أن الشاب الفقير هو الوريث الوحيد لثري من أثرياء مدينة بوسطن، وأنه كان متفوقاً في مدرسته بمادتي العلوم والرياضيات. في طريق عودتهما إلى الشقة بعد توقيع عقد الإيجار، مرا على أحد محلات البقالة حيث اشتريا تموينًا يكفيهما عدة أيام. تظن أن جون سيفي بوعده ويأتي غدا؟ أعتقد أنه سيفعل. إنه شاب شهم، هل انتبهت لما قال حول مساعدة الفقراء لبعضهم البعض؟ بالطبع انتبهت، وكوني حريصة حتى لا تنكشف هويتنا. بالطبع سأكون حريصة. إني أتساءل، ما الذي يفعله أهلنا الآن؟ لابد وأنهم قلقون من أجلنا. هل تظن أنهم قد أبلغوا الشرطة؟ لا أعتقد أن أبي سيفعلها. لماذا؟ حفاظا على مكانته الاجتماعية، وأغلب الظن أنه استأجر بعض المحققين الخصوصيين للبحث عني في بوسطن، ولن يخطر بباله أنني في واشنطن. لكن الأمر مع أبي يختلف، فهو كما تعلم كاهن الأبرشية، واعتاد الناس على رؤيتي أعزف مع جوقة المرتلين في الكنيسة، فكيف سيبرر غيابي؟ يسأله عني. استشغلي بالك، سوف يتدبرون الأمر. ما كل هذه الحلوى التي في هذا الكيس؟ ها؟ إنها حلوى. أعرف أنها حلوى، لكنها كمية كبيرة جدا. إنها مشكلتي منذ الصغر. فأنا أحب الحلوى بجميع أنواعها، وآكل منها كميات كبيرة. أنا مدمنة حلوى. إذا كان الشاب يشعر بالسعادة مع زوجته، فأمه وأبوه كانا يعاني معاناة شديدة لاختفائه المفاجئ. أنت كفي عن البكاء. كيف أكف عن البكاء وأنا لا أعرف ما الذي جرى لابني؟ وهل البكاء سيعيده؟ ألم أقل لك إنني استأجرت عددا من المحققين للبحث عنه؟ لقد مضت أسابيع ولم يأتوا بخبر عن ولدي، وقلت لك مرارا أن تبلغ الشرطة. أنت تعرفين أنني لا أستطيع أن أبلغ الشرطة، فلو عرف خبر اختفاء ابني لتأثر عملي. هو قد جاء المحقق. عفوا يا سيدي. ابني، هل وجدتم ابني؟ هل وجدتموه؟ بكل أسف يا سيدتي، لقد بحثنا في كل مكان في بوسطن وضواحيها ولم نعثر له على أثر. لقد مات
مات ولدي، لقد مات، مات ابني. اهدئي ماريا، اهدئي سيدتي إلى غرفتها. اهدئي اهدئي، ما كان عليك أن تقول ما قلت أيها المحقق. أعتذر يا سيدي أعتذر، لكنها فاجأتني بالسؤال فلم استطع التهرب من الإجابة. هل تعتقد أن ابني قد تعرض للاختطاف؟ الاختطاف يتم طمعا بالفدية، وحيث أن أحدا لم يتصل بك حتى الآن فلا أظن أنه قد اختطف. فماذا إذن؟ ها؟ لا أستطيع أن أجزم بشيء، والرأي عندي أن تبلغ الشرطة. لا لا، ليس الآن، ليس الآن، تابع البحث لعدة أيام. كما تأمر يا سيدي، كما تأمر. في واشنطن جاء العامل جون في اليوم التالي واصطحبه إلى محل المواد التموينية. كيف أنت يا كلارك؟ أهلا أهلا بك يا جون، أهلا. قلت لي قبل أيام إنك بحاجة لأمين مخزن. نعم نعم، قلت لك ذلك. صديقي هذا ماهر بالحسابات. لكني لست بحاجة لمحاسب يا جون. لكنك بحاجة لأمين مخزن، فهو مع مهارته بالحسابات سيكون ماهرا بإدارة المخزن. ما اسمك يا بني؟ اسمي لورد يا سيدي. هل سبق لك وأن عملت بإدارة المخازن يا لورد؟ لا يا سيدي. كلارك، هل أتكلم معك على انفراد؟ لكن يا جون. أرجوك لبضع دقائق فقط لندخل. جون، إنه لا يناسبني، فالمخزن بحاجة لشخص له خبرة بإدارة المخازن. كلارك يا عزيزي، إنه شاب طيب ومن عائلة طيبة، كما وأنه متزوج حديثا وبحاجة ماسة العمل. لست جمعية خيرية يا جون. لست جمعية خيرية، لكنك رجل طيب. جربه لعدة أيام، جربه لأسبوع أو 10 أيام، إن لم يعجبك اصرف أرجوك. حسنا حسنا، سأجربه لأسبوع، لكن بضمانتك. أنت رجل طيب يا كلارك، شكرا لك. ما لم يكن يعلمه صاحب المحل أن هذا الشاب سوف يرهق الشرطة الأمريكية عبر الولايات بملاحقة عصابة دولية وهمية أغرقت البلاد بالعملة المزورة. وهذا ما سنتابعه يا عزيزي المستمع. حسنا يا لورد، باستطاعتك أن تبدأ العمل من الغد. أوه شكرا لك يا سيدي. اسمع أيها الشاب، مع أنك عديم الخبرة إلا أني قبلت بك من أجل خاطر صديقي جون وبضمانه. أشكرك يا جون، وتأكد يا سيدي أني سأكون عند حسن ظنك. ستكون تحت التجربة لمدة أسبوع، فإن لم تستطع. قلت لك أنا أضمنه يا كلارك. هيا 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 بنا يا لورد، هيا بنا الآن. إلى اللقاء غدا يا كلارك. وشكرا لك.
أكثر العمل في المخزن في اليوم التالي، وبعد أسبوع رضي به صاحب المحل وقبل به كأمينا للمخزن بأجر أسبوعي، لكن الأجر الذي كان يتقاضاه بالكاد يكفي لسداد أجرة الشقة وتوفير طعام بسيط افتقدت فيه زوجته حياتها الفارهة في بيت أبيها. لورا، هل أنت سعيدة؟ أنا سعيدة ما دمت معك، لما تسأل؟ ألا تشتاقين لأهلك؟ بالطبع، بالطبع أشتاق لهم، فهم أهلي، لكن لما كل هذه الأسئلة؟ لأني أشعر بالذنب، وإني قد ظلمتك وسأت إليك. ما هذا الكلام الفارغ؟ أنت لم تظلمني ولم تسئ إليه، لأني هربت معك بخاطري ورضاي. لورا، إن الأجر الذي أتقاضاه من عملي في المخزن بالكاد يكفينا، إننا منذ فترة نعيش على الطعام المعلب. ما الذي تريد أن تقوله يا لورد؟ إني أتساءل، ماذا لو رجعنا إلى بوسطن؟ ماذا لو رجعنا إلى أهلنا واعتذرنا لهم؟ ماذا؟ ماذا؟ تريد منا أن نرجع إلى أهلنا ونركع أمامهم متذللين من أجل وجبة طعام؟ تريد منا أن نستسلم للحياة الخانقة التي كانوا يفرضونها علينا؟ لا، لا، لن أقبل بذلك أبدا. إذا أردت أن ترجع إلى أهلك فارجع، أما أنا فلن أرجع أبدا. سامحيني يا لورا، سامحيني، فأنا لم أرد إغضابك أبدا، سامحيني أرجوك. إن الشاب وزوجته كانا من عائلتين ثريتين، واعتادا العيش السهل المريح، ولم يتوقعا أن تتحول مغامرتهما الطائشة إلى معاناة حتى في الوجبات اليومية. ذات يوم شكى همه لأحد زملائه في محل التموين. هذا هو الوضع يا ويليام، فالأجر الذي يعطيني إياه كلارك بالكاد يغطي احتياجاتنا اليومية البسيطة. اسمع يا لورد، إن كلارك رجل طيب، لكن مع طيبته فيه بخل وحرص، وأخشى لو أنك طالبته بزيادة أجرك أن تكون ردة فعله سلبية. تعني أنه قد يستغني عن خدمتي؟ نعم، قد يفعلها، فأنت تعرف أن العمل جيد وبحاجة لمزيد من العمال، لكنه يرفض تعيين أي عامل جديد بحجة توفير النفقات. لذلك فأنا أنصحك بأن تبحث عن عمل إضافي يساعدك بسد نفقاتك. وأين سأجد هذا العمل الإضافي وأنا غريب عن واشنطن ولا أعرف فيها أحد؟ ألم تقل لي من قبل إنك مع مهاراتك في الحسابات أنك ماهر أيضا في العلوم؟ صحيح، كنت دائما متفوقا في المواد العلمية والكيمياء بشكل خاص. جميل، سأحاول أن أجد لك عملا في أحد المختبرات أو المعاهد العلمية في الفترة المسائية. في المساء أخبر زوجته بما دار بينه وبين زميله في العمل.
وهل سيساعدك فعلا بإيجاد عمل إضافي؟ هذا ما وعدني به. سيكون الأمر متعبا لك، فلما لا تحاول أن تجد لي عملا؟ لكن لم يسبق لك أن عملت، فماذا ستعملين؟ أي عمل؟ المهم أن نحصل على دخل إضافي يساعدنا في معيشتنا. لا 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 لا، لن أسمح لك بالعمل حتى لو عملت 24 ساعة متواصلة. لم يكن هذا ما وعدتك به يا لورا. أرجوك يا لورا سامحيني. بعد أيام أخبره زميله أن صديقا له يملك محلا لتظهير صور الفوتوغرافية بحاجة لمساعد له. كيف أنت يا جورج؟ أهلا بك يا ويليام، هذا هو الشاب الذي أخبرتني عنه. إنه هو. أهلا بك، إن ويليام صديق قديم وقد أخبرني عن حاجتك لعمل إضافي. لكنني لا أعرف شيئا عن تظهير الصور الفوتوغرافية. أخبرني ويليام أنك جيد في الكيمياء. نعم، كنت متفوقا بمادة الكيمياء أيام المدرسة. وهذا ما أريده، فأنا أشتري مواد التظهير التي تظهر الصور الفوتوغرافية. أشتريها من محلات التصوير المعتمدة. سأعلمك كيف تتعامل معها لتظهير الصور بطريقة صحيحة. وهل تظهير الصور بحاجة لخبير في الكيمياء؟ هذا أمر مرهون بقدراتك، لأننا قد نضطر في بعض الأحيان لتركيب هذه المواد في معملنا. على أي حال، إن رغبت في العمل فباستطاعتك أن تبدأ من مساء الغد. لم تمضي أسابيع على عمله في معمل تظهير الصور حتى أحب المهنة وأتقنها. مرت 5 أشهر على اختفاء الشاب في بوسطن دون أن يتمكن مكتب التحقيقات الخاص من العثور على أثر. سيدي، لم يعد لبحثنا فائدة، فنحن لم نترك حياً من أحياء المدينة إلا وفتشناه، وكذلك الضواحي. لم نعثر على أثر لولدك، وأرى أن تقوم بإبلاغ الشرطة. لا داعي لإبلاغ الشرطة، لأنني أعرف أن ابني قد ترك المنزل بسبب ما حدث. وما الذي حدث يا سيدي؟ منذ أشهر أخبر أمه أنه يريد الزواج، فضحكت أمه وظنت أنه يمزح، وقالت له إنه ما زال طفلا وأن عليه التركيز على دروسه وإكمال تعليمه. صحيح. وأغلب الظن أنه قد هرب مع الفتاة التي كان ينوي الزواج منها. وهل تعرف من هي الفتاة يا سيدي؟ لا، لم يخبر أمه باسمها، لكنني أعتقد أنها إحدى زميلاته في المدرسة. إذا لو بحثنا عن فتاة مختفية في نفس الفترة فقد نتوصل ولو إلى طرف خيط يوصلنا إليه. لم يكن صعبا على المحقق أن يتوصل إلى اختفاء الفتاة والتي افتقدها زملاؤها في المدرسة وجوقة الترتيل في الكنيسة. استهوت الشاب عملية تظهير الصور وتعلق بها، وبدأ يقرأ ويطالع المجلات التي تنشر مقالات حول هذا المجال. ماذا تقرأ؟ أقرأ مقالا عن
أحد مزوري العملة، قبض عليه قبل عدة أشهر، يصف فيه بالتفصيل الخطوات الصحيحة لطبع دولارات مزيفة. لماذا؟ هل يريد تعليم القراء كيف يزيفون الدولارات؟ لا لا، فالمقالة أخفت بعض التفاصيل الفنية والتي لا يعرفها أغلب الناس. وهل تعرفها أنت؟ يا إلهي يا إلهي، ما بك؟ ماذا حدث لك؟ وجدتها لورا، لقد وجدتها، لقد وجدتها، ماذا وجدتها؟ أما ما الذي ماذا وجدت يا لورد؟ ماذا وجدت يا لورد؟ ماذا وجدت؟ الثروة، الثروة يا لورا، الدولارات، سنكون أغنياء يا لورا، سنكون أغنياء، أغنياء، أغنياء. نعم 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 يا عزيزي، سنكون أغنياء. لابد وأنك متعب من ضغط العمل، أنت بحاجة للنوم والراحة يا عزيزي. هيا 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 هيا، دعني أساعدك إلى السرير. هيا. كلا، أنا بخير، أنا بخير يا لورا. بالطبع أنت بخير وأنا مجنونة. هيا هيا، قم قم لأوصلك إلى السرير، فأنت بحاجة للنوم. هيا. بل تجلسين هيا أمامي لتسمعي ما أقول. اجلسي اجلسي كما تريد، ها أنا أجلس. ماذا تريد أن تقول؟ قل وأنا أسمع. في بوسطن رجع المحقق إلى والد الشاب وأخبره بما توصل إليه. هل أنت متأكد من أنها اختفت في نفس اليوم الذي اختفى فيه ابني؟ نعم يا سيدي، زملاؤها وزميلاتها في المدرسة وجوقة الترتيل أكدوا لي اختفاءها في نفس التاريخ الذي يوافق اختفاء ابني. وهل عرفت اسم الفتاة؟ نعم نعم يا سيدي، اسمها لورا وهي ابنة كاهن الأبرشية. كاهن الأبرشية؟ نعم. هل أنت متأكد؟ أنا متأكد، أنا أعرف الكاهن وهو رجل طيب وصالح. قل لي، هل سألته عنها؟ لا 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 يا سيدي، فلا حق لي أن أفعل. جيد جيد، سأذهب أنا وأتحدث إليه، فقد يعرف شيئا يوصلنا إلى هذين الطائشين. استقبله الكاهن باحترام، فقد كان يعرفه ويعرف مساهماته في الأعمال الخيرية. أخبره عن اختفاء ابنه وعن شكه في أن يكون قد هرب مع ابنته بعد أن رفضت أمه الموافقة على زواجه لصغر سنه، كما وأنها لم تأخذ كلامه على محمل الجد. معك حق فيما ذهبت إليه، لقد هربت ابنتي مع ابنك وتزوجه. ماذا؟ تزوجه؟ نعم نعم، لقد تزوجه. وكيف سمحت لهما بأن يتزوجا أيها المحترم؟ ألا تعرف أنهما لم يبلغا السن القانوني؟ وما دمت تعرف أنهما قد تزوجا، لماذا لم تخبرني؟ تمالك نفسك يا عزيزي، فأنا لم أعرف هذه المعلومة إلا منذ أيام. ماذا تعني أيها المحترم؟ ما حدث هو أن ابنتي كانت قد حدثتني بأمر الزواج من أحد زملائها في المدرسة، لكني نهرتها وقلت لها أن تنسى أمر الزواج لحين الانتهاء من دراستها، وعندما اختفت عرفت أنها مع زميلها الذي تحبه. وكيف عرفت أنها قد تزوجت من ابني وأين؟
تجنبا للقيل والقال أشعت بين زملائها أنها سافرت فجأة للاعتناء بخالتها المريضة في ولاية أخرى، وبدأت البحث عنها عن طريق الكنائس في جميع أنحاء البلاد. وجاءتني قبل حوالي أسبوعين رسالة تقول إنهما قد تزوجا في إحدى كنائس لاس فيغاس. لاس فيغاس؟ نعم، لاس فيغاس في ولاية نيفادا. تفضل انظر، وهذه صورة من عقد الزواج باسمها واسم ابنك. لماذا لم تخبرني أيها المحترم؟ قلت لك إن الرسالة وصلتني منذ حوالي أسبوعين، فاتصلت ببعض معارفي وطلبت منهم البحث عنهما، وأفادوني قبل يومين أنهما قد غادرا لاس فيغاس في اليوم التالي لزواجهما. وإلى أين ذهبا؟ لا أدري، فأمريكا بلاد واسعة وقد يكونان في أي مكان. قل لي، هل نبلغ الشرطة؟ وماذا سنقول للشرطة؟ أن تبحث عنهما بتهمة أنهما تزوجا زواجا قانونيا في ولاية أخرى؟ معك حق، لا يوجد ما نقوله للشرطة. إذن لم يتبقى أمامنا سوى الدعاء لهما بالتوفيق والنجاح. في واشنطن كان الزوجان الشابان ينظران إلى سقف الغرفة بسهوم. هل ما قلته لي صحيح يا لورد؟ نعم يا لورا، وفق الوصف الذي قرأته في المجلة أستطيع أن أزور النقود ونصبح أثرياء. أليس غريبا أن تنشر المجلة هذه التفاصيل وتشجع الناس على التزوير؟ لا، كاتب المقال كان حريصا من هذه الناحية، فهو قد حذف تفاصيل مهمة جدا في عملية التزوير لا يفهمها عامة الناس. بشكل عام العملية ليست بالسهولة التي تتخيلينها، فهي معقدة من الناحية الكيميائية والتصويرية، لكنها سهلة بالنسبة لك. نعم، مع بعض المعلومات الإضافية في الكيمياء والتصوير والتظهير ستكون سهلة، لكن ماذا؟ لا يوجد لدينا المال الذي أشتري به الأجهزة التي سأحتاجها. المال موجود، انتظر. ها؟ مال؟ هذا هو المال. ماذا يوجد في هذا الكيس؟ مجوهراتي التي جئت بها معي. بعها واشتر ما تريد. لن أقدر على بيعها يا لورا، سوف يشك بي الصائغ وقد يتهمني بسرقتها ويطلب لي الشرطة. اطمئن، فأبي كان حريصا من هذه الناحية وكان دائما ينبهني إليها، فجميع القطع الذهبية التي في هذا الكيس مع فواتيرها الحقيقية. كان عليه أن يبذل جهداً إضافياً لجمع المزيد من المعلومات والتعرف على الأدوات التي سيحتاجها في مغامرته الجديدة. ولماذا تريد كل هذه المواد يا لورد؟ لأن مهنة التصوير قد استهوتني، وأريد بعد مدة تكوين معملي الخاص لتصنيع آلات التصوير وما تحتاجه من قطع غيار ومواد كيميائية. هذه خطة طموحة يا لورد، وتحتاج لمال كثير. بالطبع، لذلك أريد أن تزودني بما أحتاجه من معلومات حول التصوير والتظهير والطباعة وأي شيء آخر يفيدني لتحقيق هذا الطموح. سوف أساعدك بالطبع، لكن
أول خطوة عليك اتخاذها هي الانضمام إلى معهد مسائي لتعليم التصوير الفوتوغرافي والكيمياء. وماذا عن عملي معك وفي محل التموين؟ لا تقلق، لا تقلق من هذه الناحية. سأرتب لك مع أحد المعاهد التي أعرفها برنامجا تعليميا لا يتضارب مع عملك هنا وفي محل التموين. كان عليه أن يبذل جهدا كبيرا ويقضي وقته ما بين الأماكن الثلاثة، ويعود إلى المنزل في وقت متأخر مهدودا من التعب. وكانت لورا ترعاه وتسهر على راحته وتشجعه على الصبر والمثابرة. ما بك يا لورد؟ هل أنت مريض؟ لا لا لا، لست مريضا، أنا بخير. لما تسأل؟ لأني أرى علامات التعب على وجهك، كأنك لم تعد تنام بشكل جيد. اطمئن، أنا بخير. لا يا لورد لا، لست بخير، أنت بحاجة للراحة. لا يا سيدي جورج، أنا بخير ولست بحاجة للراحة. اسمع يا لورد، أنت شاب طيب وعامل مجتهد، خذ راحة لمدة أسبوع تستعيد فيها صحتك ونشاطك. لا 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 يا سيدي كلارك، لا لا لا، فأنا اطمئن يا لورد، سيكون أسبوعا مدفوع الأجر، وأعدك أن أزيد أجرك الأسبوعي عند عودتك إلى العمل. هيا اذهب إلى المنزل وامضي وقتا طيبا مع زوجتك. هيا اذهب. كانت لفتة طيبة من صاحب محل التموين، جعلته يتفرغ لدراسة فن التصوير والتظهير والكيمياء، والتي ستثير الهلع في إدارة شرطة مكافحة التزوير الأمريكية. خرج من محل التموين وذهب إلى صاحب معمل تظهير الصور وطلب منه إجازة مماثلة، فوافق ومنحه أسبوعا للراحة. انقطع عن العمل، لكنه لم ينقطع عن الدراسة في المعهد، وباقي وقته كان يمضيه بإجراء تجاربه في مختبره الصغير في شقته. ما الأخبار يا لورد؟ في منتهى السوء يا لورا، لم أنجح بعد في الوصول إلى المعادلة الصحيحة، يوجد خطأ ما في العملية، لا أعرف ما هو، لا أعرف. الصبر، الصبر يا لورد، أنت ذكي وأنا متأكدة أنك ستنجح. لا أريد أن يخيب ظنك بي يا لورا. لن يخيب ظني فيك أبدا، أنا أثق بك وأثق أنك ستفعلها. استرح، استرح لبضع دقائق، سأجهز لك فنجانا كبيرا من القهوة. كان لثقتها وتشجيعها أثر كبير عليه، مما جعله ينكب انكبابا على تجاربه في معمله الصغير. في وقت متأخر من ليلة من ليالي شهر أكتوبر تشرين الأول عام 1949، أيقظها من نومها. لورا، لورا، أفيقي أرجوك. ماذا حدث يا لورد؟ لماذا أيقظتني؟ انظري، انظري يا لورا، انظري. ما هذه الورقة يا لورد؟ إنها ورقة بخمسة دولارات.
ورقة $5؟ هل تعني أنك؟ نعم يا لورا، لقد نجحت، سنكون من أصحاب الملايين. بعد إجراء تجارب إضافية وتأكده من نجاحه، ترك عمله في محل التموين ومعمل تظهير الصور وغادر واشنطن. بعد مرور سنة وفي شهر أكتوبر 1 1950، كانت الإدارة السرية لمراقبة العملة ومكافحة التزوير في الحكومة الأمريكية في حالة استنفار قصوى. أيها السادة، إننا نجابه عصابة دولية خطيرة تعمل على ضرب وتخريب الاقتصاد الأمريكي. في أواخر السنة الماضية بدأت تظهر أوراق نقدية من فئة 25 و$20 في ولايات مختلفة. إنها مزورة تزويرا متقنا، بحيث يصعب على الأشخاص العاديين تمييزها عن الدولارات الحقيقية. لقد قمنا بتجنيد المئات من رجال الشرطة السريين لملاحقة العصابة والقبض على أفرادها، لكن فشلنا، فهم يتنقلون من ولاية لأخرى بسرعة، وربما كانت لهم فروع في جميع أنحاء البلاد لترويج هذه الدولارات المزورة. اتجه شكنا إلى مزور شهير كنا قد قبضنا عليه السنة الماضية في أن يكون له أعوان خارج السجن، لكن بالتحقيق معه ثبت لنا أن لا علاقة له بهذه العصابة. إن هذه العصابة تذكرنا بعملية بيرنهارد التي حاولت ضرب وزعزعة الاقتصاد البريطاني في الحرب الأخيرة. لقد وضعنا جميع العصابات في جميع المدن الرئيسية تحت المراقبة، لكننا لم نتوصل إلى شيء على الإطلاق. علينا أن نبقي هذه المعلومات سرية حتى لا نثير الفزع في البورصة والشركات والأسواق التجارية. سنقوم بتجنيد المزيد من رجال شرطة مكافحة التزوير في جميع المدن الرئيسية في البلاد. فلو نجحنا في القبض على واحد من رجال العصابة سيقودنا حتما إلى باقي أفرادها. بسرية تامة قام قسم مراقبة العملة ومكافحة التزوير بتجنيد المزيد من رجال الشرطة السريين لملاحقة العصابة الخطيرة التي تهدد اقتصاد البلاد. هل أنت سعيدة يا لورا؟ ولما لا أكون سعيدة وأنا أتنقل من مدينة إلى مدينة ومن ولاية لأخرى بحرية الطيور؟ حسنا، إذا لقد طالت إقامتنا في نيويورك، فإلى أين تريدين الطيران؟ لكننا لم نمضي أسبوعين في نيويورك، فلما العجلة؟ هل نسيتي أننا اتفقنا أن لا نقيم في مكان واحد أكثر من أسبوعين أو ثلاثة؟ هيا 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 افرد الخريطة واختاري مدينة جديدة. سأغمض عيني وأضع إصبعي على المكان الذي سنذهب إليه. هنا. ها؟ كارولينا الشمالية؟ ليكن إلى كارولينا. وأين سنقيم في كارولينا؟ في مدينة سالن، إنها مدينة صغيرة وهادئة، سنقضي وقتا ممتعا. مدينة سالن؟ أليست هي المدينة الشهيرة بمحاكمة الساحرات؟ لا لا لا، فتلك تقع في الولاية التي هربنا منها، ولمعلوماتك فهناك عدة مدن تحمل اسم سالن في ولايات مختلفة. في كارولينا الشمالية إذن.
لم يكونا يدركان خطورة ما يفعلانه. كان الأمر بالنسبة لهما تسلية وعطلة مجانية. لم تفقد لورا شغفها بالحلوى، ففي كل مدينة أقام فيها كانت تلتهم كميات كبيرة من الحلوى المنوعة. لم يصلنا حتى الآن أي تقرير يعطينا بارقة أمل في القبض على هذه العصابة الخطيرة. ما زال الوضع كما كان وقلناه في اجتماعنا السابق، يتحركون بسرعة أو أن لهم فروعا في جميع المدن الأمريكية. أيها السادة، من متابعتي للقضية لفت نظري أمران. وما هما؟ الأمر الأول أنه لم يردنا أي تقرير من واشنطن يفيد بتداول الدولارات المزورة. ملاحظة جيدة. والأمر الثاني؟ الأمر الثاني هو القائمة التي بين أيدينا بالتجار الذين روجت لديهم الدولارات المزورة. شقق مفروشة، مطاعم، محلات بقالة إلى آخره. لكن وفي جميع هذه القوائم يوجد عامل مشترك وهو محل الحلوى. ماذا تعني؟ راجعوا معي القائمة، تجدوا أنه دائما يوجد بائع حلوى وبكميات كبيرة. لافتة للنظر أيها السادة، أرى أن نعد قائمة بالمدن التي لم تظهر فيها الدولارات المزورة بعد، مع تعليمات لأفراد الشرطة السرية بمراقبة محلات بائع الحلوى وملاحقة أي شخص يشتري كمية كبيرة ويدفع بفئة 25 و20. رغم غرابة الفكرة إلا أن الإدارة اعتمدتها وأعطت تعليماتها بمراقبة محلات بائعي الحلوى في المدن التي لم تظهر فيها الأوراق المزورة. ألو؟ أي خدمة؟ هذا صحيح، ماذا حدث؟ سيدي، جاءت فتاة واشترت كميات كبيرة من الحلوى ب$80 ودفعت لي أوراقا من فئة 25 دولارات. احتفظي بها إلى أن يصلك رجال الشرطة السرية. تفاجأت إدارة مراقبة العملة ومكافحة التزوير أن العصابة التي أغرقت البلاد بأكثر من $1,000,000 مزورة ولاحقها المئات من رجال الشرطة لم تكن سوى شاب وزوجته في 19 و18 من عمرهما. لسبب ما عاملهما القضاء بعطف وحكم عليهما بالسجن لعدة سنوات مع أمر قضائي بعدم الكشف عن هويتهما الحقيقية حتى لا يتأثر مستقبلهما بعد خروجهما من السجن. إلى اللقاء في الحلقة القادمة من نافذة على التاريخ، مع تحيات يوسف عساف ويوسف الحشاش.